جيت أديت الواجب تاعي بصفتي مواطن جزائري وأدليت بصوتي، والانتخابات إن شاء الله راهي تجري على حسن ما يرام، ونتمنى إن شاء الله كل الجزائريين يجوا يصوتوا، وهذا الدستور هذا المنفعة لكل الشعب الجزائري. فوتيت من أجل الجزائر، جزائر تغيير، جزائر جديدة. أول مرة ننتخبوا بكل نزاهة، لاحظت أنا ملاحظة تاعي في مكتب الاقتراع ما كانش اقتدار، كاين نظام، كاين حسن التسيير. كما قال ما سونتي، اللي في أنا فور بور فينير فوتي. سي دو فير مون دوفوار دو سيتويان أترافير سيتي.